شعور غريب حل بالمساجين. بدأوا يشعروا بالملل، فلا مال يغريهم ولا عيال تسعدهم ولا نجاح يحفزهم. وكأن مفعول سحر الملك الشرير عليهم أخذ بالاحتلال، فبدأ المصححون بالتحرك لتعديل المسار وتحرير المساجين. وبما أن المساجين منومين بمفاتن السجن، كان لابد من حيلة يكشف فيها المصححون خطة الملك الشرير. عشان تتحرر من سجنك، عليك أولاً بأنك تدرك أنك حقاً مسجون. فانظر من حولك، هل هذا العالم وما يحويه من فقر وفتك وقتل وحرب وخوف ورعب وشدة ودمار وفرقة يشعرك في الأمان؟ أم أنك تشعر بغربة عظيمة ووحدة شديدة؟ هل النجاح هو أني أشبع وجوع الآخرين وأني أصعد بينما يسقط الآخرين؟ وهل أبداً كان بهذه الدنيا اكتفاء وسكينة وسلام؟ إن كانت الإجابات على هذه الأسئلة بلا، تعلم يقيناً لأنك مش في وطنك وإنك أسير مستعمر.